الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرشيد الشهيد اللطيف الخبير. الله الله إلهي أنت الحليم العليم العظيم الرحيم السميع البصير. الله الله إلهي أنت الحميد المجيد الرشيد الشهيد اللطيف. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. We will start the evening with a recital of a portion of the Holy Quran by my brother on the immediate left, Mr. Abdurrahman Sadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلك مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المبين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. We welcome you here, one and all, this evening to the Good Hope Center at the foot of Table Mountain in Cape Town, South Africa. I think at this point in time it might be fitting to introduce the people